السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا أخوان. يوم جديد، موضوع جديد، مغامرات جديدة بإذن الله. طبعا يا أخوان، بداية المقطع نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. حطوا لنا لايك للمقطع وخلينا نبلش سريعا. شوف، إحنا صاحيين الصبح، شوف الفراخنا الشرطة كلها، يعني حلو شمسة الصبح عليهم، حتى في الفراخ الجديدة، الكشكي الأصفر، العرجاني الأصفر، لا 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 تفزيش، مجانين يا اخوان. طلع والعرجاني، طلع مصاريع. طيب يا اخوان، احنا اليوم بلشنين بلشه طلع القلب من القلب مبين. شوف علي، اليوم قاعدين ان شاء الله اول خطوه بنسوي فيها الغرفه. طب هذا الستلايت حينفك. طب هون الدكش معانا الله يعطيه العافيه. بدنا شو بدنا نسوي عشان تكون بالصوره؟ هون بدنا نرفع مدماك، هون لنرفع كمان مدماك، ونجيب نغطيها من فوق سقف كامل. وهذا السور قاعدين بنعليه. طبعا السور هذا بس لهون حده، لهون السور حده، السور لهون حده. بعدين بدك تكمل هاي الحد الثاني عشان هون تعمل زي شباك، هون شباك ويتغطى من فوق. طبعا هون كمان سكرت وارتفعت الحمام طاير فوق. طيب من الزق تبهدلت، قاعدين بنطلع لبن الجبل وحالتنا حاله. طيب راح ان شاء الله نكملها كالتالي. زي ما قلت لكم، هون مدماك، هون حيكون من عند السور تاع الباب واجهه هيك، واجهه كامله شبك، ومحل ما هناك احنا عاملين برضه شباك شبك عشان يصير اخوان احنا شروق الشمس هيك والغروب هيك. طيب يا اخوان، رجعت فصلت معي الكاميرا. زي ما حكيت لكم، هون المشرق، يعني هي المشرق الشمس، تمام. الشمس بتضرب زي ما انتم شايفين طلاكيه. اذا عملت واجهه شبك هون كل الغرفه بتفوتها شمس، ومن عند الشباك هناك بتغرب الشمس برضه بتفوتها. يعني بكون اول شيء في مجرى هواء، مجرى هواء بالغرفه بالصيف، ومغطيه ومضلله امورها تمام. بالشتاء بتتسكر هاي بجلاتين بلا اخره، بيطلع الوضع تمام. هون طلع رفعنا كمان مدماك، رفعنا كمان هون مدماك زي ما انتم شايفين، بحيث انك انت هون برضه مؤسس انا لتيوبات حديد. هاي فتحات، هاي كل 80 سنتي بيجي تقريبا 70 سنتي تيوب حديد، بيجي ميلان مع هون، يعني هاي اعلى، تيجي ميلان بفرجكم اياها من السطح من جوا كيف تيجي. بيجي الزينكو فوق هذا الزينكو، يعني بيجي سكبه واحده زي هيك، سكبه واحده. بعدين معاكم، كل ما اقرب عليك تفزوا. ان شاء الله مطوق هي انكرشان. طيب خلينا بموضوع الغرفه اللي بدنا نسويها. بيجي سحب معها، بحيث انت بالنص برضه بتسكر لسه. هون برضه هذا بدك ترفعه مدماك 10 بالميل، هي هم، بحيث يصير مستوى الزينكو هذا، وبتسحبها سحبه كامله على اساس المي ما تفوت لا بالمطير ولا بالغرفه، يعني تكون مسكر على الاخر. طبعا انت دائما هذول الفزوا راح معهم المزهر ولا جديد بينكرش تعب ولا راح. خلينا طلع الصوره ذاك، يعني صار يبين هيك. بتجيبه ميلان، طبعا الميلان هو تقريبا بدك تحكي 15 سم، نفس الميلان هذا تقريبا 15 سم. وبالنص اي فتحات اي كذا بتسكرها بفوم، تسكرها بفوم ومعجون، بحيث الغرفة تكون مهيئة صيف شتاء للزقات. طويل هون كلها شنقل ومنقل وشناوي، ثلاثة على الأرض هذول. طلعتهم انشرهم ما دام انا اليوم معطل من الشغل وقاعد، فرصة الفراخ تطلع بالشمس. طيب احنا لسه فترة الصبح، يعني في هي هسه بلش الشمس، يعني شوي بتحتد، فرصة اني اطلع الفراخ كرشهم. يعني احلى اشي الكرش الصبح، طلع ما شاء الله هذا المطوق، هذا دحل معهم خلاص. ها والمطوق الثاني، بس المطوق الثاني لسه عينه فيها دمعة، بس ما شاء الله هي الثاني وراي اخر واحد فوق، شايفينه؟ يعني برضه دحلوا مع بعض، هذول لسه لا صفرت لهم ولا اشي، طلع بالصلاة على النبي ما شاء الله. امورهم تمام، وعلى الكبار هاي كلها بس اكرش الفراخ الجديده راح نريحها. لسه طالع عندنا كمان ان شاء الله فوجين فراخ. هذا البوز انو بوز، هذا من الكبار يا اخوان،
هذا البوز من الكبار، الله العليم هافت شوي تعبان وصار بوق الثلاث، خلاص يعطيه العافية، يعطيه ألف ألف عافية. طيب خلينا نكمل هسه شغل بالغرفة. أنا مبسوط على الحمام يا إخوان، ولا بعد كش الصبح، والله والله إنه كش الصبح بجن، كاسة قهوة كاسة شاي، يعني أمورك تمام، طلع الحمامات، طلع فزوا أربع خمس مرات، هم أربع خمس مرات يفزفزوا، شنقل ومنقل وشناوي على الأرض هيهم. خلينا نشوف الشباب اللي بيشتغلوا. طبعا يا اخوان خلصنا الخطوة الأولى، طلعونا رفعت ندماك 10 عشان يجي مع الميلان، يعني أنا عليت هاي هون داير ما يدور هيك، عليتها هذا المدماك هون هاي بزيادة عشان السور هون أعلى يوم ميلان، فظبطنا الميلان. هسا هاي تسكرت كليا، حتى هون ما خليتش ولا منفس. هذا بدي يجي شباك، هذا بدي يجي شباك، هذا ستلايت. طبعا هسا رح نتواصل ان شاء الله تاع ستلايتات، هذا يشيله وهذا ينشال كمان. هاي المنطقة كلها بدها تكون فاضية، القنون شوية معفشك، السطح كله معفشك حالته حالية زي ما انتم شايفين. طبعا قد صار ارتفاع، هاي ارتفاعها 210 210، يعني سقف مرتب. طبعا هسا لقدام احنا ان شاء الله ممكن، شوف علي، ممكن انه انت هون تعمل يعني الفرخ اللي بيطلع من عند اهالي. طلع هذا المزهور كثير تعبان، حيموت اليوم او بكره، مش مطول يعني. الفرخ اللي بيطلع عند اهالي ممكن نفلته هون بالغرفه هاي، لما تصير مسكره الواجهه هاي زي ما قلنا شبك، وفي عندك هون شبك نعمل، ممكن نعمل رف، ممكن نعمل رف ونعمل رف هون يصير يتنشر يشوف حوالين السطح، بعدين نطلعه على السطح برا، بعدين نطلعه وين؟ على السطح برا. طبعا لسه ضايلنا شغل كثير، لسه ضايل شغل كثير من شغل حداده وشغل ساتلايت وشغل الى اخره. الجن اللي جوا برضه حنقله هون، حيصير هاي كلها جنون تزق، مسكر عليها امورها تمام. بالشتاء دافيه، بالصيف بارده، فوق حنحط زينكم، حنحط الواح عازل، عازل حراره، عازل برد، عازل كل شيء. الامور ان شاء الله بتزبط. طبعا الشباب العمال روحناهم، ايه هاي العرجان الاصفر بنطنط، شوف نطلق كمان نطه عشاني بطل ما عداش لا يعادها زي ما انتم شايفين. طبعا يا اخوان الله يعطيكم العافيه. طيب خلصنا بنا وبلشنا بالحديد، طلعت محل التيوبات زي ما حكينا لكم، بلشنا بالحديد. احنا اليوم اللي بعده طبعا طلع الستلايتات فكيناهم، هي نفكوا السطح شوي مكركب، انا تعبان قد ما بطلع وبنزل نشتغل الحديد كله. ايوه في تيوبات رايحه جاي كله جاي، ها تتناول معك، يلا استنى شوي. هيك ركب بس اللي بقى طلعت محل القص، بيطلع لا لا ما امسك، ما امسك، تعال خلينا نصور التيوبات. الله يطلع، لا مش راح نطلع، بس احكي اسمك، احكي عادي مين معي على السطح. خلاص ماشي اخوان، ابو عطيه اللي بيعرف ابو عطيه على اللايف ده، هي معي على السطح من الامارات جاي عشان نشغله بالحديث. كيف الحال يا ابو عطيه؟ عامل مياومه. عامل مياومه؟ قديش بدك على اليوم؟ 40. هاي حنبلش ان شاء الله نسويها، هاي برضه منطينها بس يركب كل شيء بحيث يثبت. شو قمت تطلع يعني فيها تبات تطلع هيك تبات تطلع هيك، حنبلش شغل ان شاء الله. راح نفرجيك الغرفة بس تجهز، يعني طبعا هون بدها كسارة للأمانة، بدها كسارة. أنا نحكي بالوقت الحالي لسه شوي فيش إمكانية نكسر، لأنه حنعمل الأشياء الأساسية على السطح، الأشياء الأساسية بعدين بنفكر بالأمور الثانية مثل الكسارة مثل الديكور مثل إشي، بس نسوي أول إشي الأشياء الأساسية اللي على السطح، وإن شاء الله بنفرجيكم أول بأول شو راح يصير معنا. طبعا يا اخوان يعني زي ما انتم شايفين دينا ليل ولسه شغالين، الله يعطيه العافيه ابو عمر قاعد بلحم شغل نظيف ما شاء الله بتكتك. زي ما انتم شايفين التيوبات حطيناهم بالعرض، قاعدين بنلحم فيهم، هذول دعامات بالنص تلحيم بحيث تصير زي البولاد، يعني ابدا مع ميلان. بس الميلان حيجي كيف؟ احنا لسه بنسوي ميلان، حيجي هيك ومع الخشه تنزل المي على السطح هون بداية، ما عملت ميلان لبرا لأنه
إذا حمام حطت فوق بقول أنا مش كاشفها، بعيد إذا حط هون المحط يعني بيكمل هون شوي ما في مشكلة على طرفه، بقول أنا كاشف الحمام كاشف السطح. أما إذا عكستها رفعتها من هون تخيل الميلان هيك بصير الحمام تحط وأنت ما تشوفها. بلشانين لسه ولسه عندنا شغل كتير، قاعد نصور لكم مرحلة مرحلة بالشغل، يعني إن شاء الله إن تكون الأمور موفقة والله ولي التوفيق. يعني اخوان احنا باليوم الثاني ولسه بلشانين بالغرفة، طبعا المعلم ابو سوار قاعد بدهن بالباب، طلع حتى شكل الباب كيف، جبت الباب خشب بس مش مدهون، هاي سويناه بس ندهن الخشب بحيث يطلع اموره تمام التمام. طيب خلينا قبل ما نستنى شوي بس نودي الريش هيك عشان ما تهرش هناك، تعالوا نفرجيكم شغله. اليوم اللي بعده زي ما انتم شايفين هذه الكيوبات كلها تلحمت امورها تمام، ان شاء الله بدنا ننزل فيها السور ولسه نعمل سقف كامل. هذا الشباك، الشباك هذا على اساس انه ندور على الومنيوم بس للاسف ما لقينا، ممكن نعمله بس شباك مبدئيا لقدام، ممكن نعمل شباك الومنيوم بحيث بالشتاء تفتح الشباك وتسكر الشباك. الجوازة هي كلها قاعده، المكان واسع وكبير، يعني هون الواجهة هاي فيها جنون، هاي الواجهة جنون اللي هي هون، ممكن نحط كمان جن هون، الجن القصير طبعا عشان في ميلان هون، السقف اقل من هون، يعني هون السقف فيه معه مجال، فلو حطينا مشارب الاوتوماتيك الجنون تاعت مشارب اوتوماتيك هون بكون احسن. هذا الجن قصير ممكن نحطه وندحشه بحيث انه جلن الاوتوماتيك يجي فوقيه ان شاء الله، بس تبين الغرفة كاملة وبشكل جميل ونجهزها. طبعا يا اخوان درجة الحرارة مليون مليون ونص مش عارف، هاي تيوبات قربنا نخلص، لسه في تيوبات في واجهات، هذول للباب الزينة يعني الديكور نحكي تمام. هاي الباب اندهن، الباب مرتب اموره تمام، تعال نفرجيكو هون، هاي قاعدة تتسوى فوق، هاي بلش الزينكو ينحط. طبعا يا اخوان عشان الزينكو برضو ما يكون حامي مع انه كتير براد، لقدام برضو بتحط جبسن بورد بتعزل الزينكو عن الجبسن بورد. هون ابو عمر، ابو عمر نطلعك بالفيديو، نطلعك يا ابو عمر. ابو عمر يا اخوان والله العظيم ابو عمر سيد المعلمين، انه بيشتغل على الليبرا يعني اخوان مش حداد، مهندس. انا قد اشتغلت مع حدادين بس زي ابو عمر، الله يعطيك العافية ابو عمر، والله للامانة شغل نظيف، شغل نظيف، شغل نظيف نظيف، يعني يعني اشي مرتب وبالليبرة وطلع كيف، يعني فش التيوب عن التيوب بالسنتي، بحط هون بالسنتي الزينكو كله ما شاء الله عليك والله، سرعة وأداء يعني ما شاء الله عليك والله أبو عمر. الله يعافيك أبو سوار. إخوان أنا والله جد للأمانة بنصح أي حدا بده يشتغل شغل إحداده أبو عمر معلم سيد المعلمين، والله بنصح للأمانة، لأنه الشغل اللي أنا شفته يعني جنب تشوفين اشتغلت هون حديد، اشتغلت الخشش، الخشش كان أسوأ شغل اشتغلته بحياتي تمام. هذا الشغل المطير، الشغل اللي هون مرتب للأمانة بس أخذ وقت أطول، بس لو واجهة كبيرة وقاعد بيشتغل ما شاء الله عليه إشي مرتب. طبعا هاي كلها تتسكر الفتح لسه، يعني بعد الحدادة في سمنت، في بواب، في واجهات حديد، في أكثر من شغلة راح نسويها، في كهرباء لسه كمان، يعني الموضوع يا اخوان مش هين، وقاعدين نشتغل طلع الشمس، درجة الحرارة مليون، بس قديه صار في فرق، يعني كنا نشتغل أول شيء بالشمس لما حطينا لوح لوحين ثلاثة زينكو، صار هون المكان في غرفة، صار غرفة، طلع كيف الحمام مرتاح بورد، بعدين أبو عمر يا اخوان بفهم بالحمام، أبو عمر كيف الحمام بورد؟ لما كنا الصبح يعني قبل تقريبا ساعة كان كل الفراخ تلاهت، كلها تلاهت، طلع كيف ارتاحت امورها تمام، مرتاحين الزقات يعني ما شاء الله عليهم كل الامور تمام. السطح مكركب يابا، شو بده تنظيف السطح لسه، يعني مشوار طويل. طبعا يا اخوان يعني حبينا نواصلكم الشغل كيف قاعدين نشتغل. هاي الفراخ اللي فطمناها استوت من الشوب حزينة هاي، بس هسه ان شاء الله ببرد عليها الجو، جايينا مرتفع هاي الفراخ من كشة، صلي انا يومين بكشش هدول على اساس اطلعهم، مش عارف اليوم اطلعهم ولا لا،
مش عارف ما طلع عشان في شغل احدادي، لانه هذول اول مره حيطلعوا 20 21 فريق كتار، بنسيطر عليهم، ما بدنا شيء يضيع منهم، مشان هيك حصبر عليهم شوي. ان شاء الله بس تجهز الغرفه كامله، نركب واجهه الحديد، نركب الباب، نركب كل شيء، نصور لكم اياها ونصور لكم حلقه بالزق كامله. طبعا هذا الشباك مبدئيا احنا عملناه على اساس اول شيء كانت الفكره تاعته نحط شبك مجرى هواء من هون ومجرى هواء من هون، بس ابو عمر اقترح علي قال لي انا بحط لك واجهه شبك من برا، وانت لقدام تقدر تجيب شباك الومنيوم. الومنيوم ابو عمر الومنيوم او بنفصل له حديد بالضبط، بنفصل له لانه يعني بالشتاء بس بتسكره بالضبط، خلص بالشتاء بتسكره بس بعطي دفع. يعني اذا كان بالشتاء الجو حلو تفتحه بتهوي، اذا برد بتسكره. اما شبك وتحط نايلون يعني بتخرب المنظر كامل، صح؟ الومنيوم قزاز مرتب الومنيوم قزاز مرتب بيطلع اشي يعني متكتك، ونحط له حمايه شبك برا، الشبك راكب راكب بس لقدام ان شاء الله بنسويها باذن الله. ما بيطلع طير برا بيطلعش فش خلص، بدام الشبك موجود من قدام ومن هون امور. شو هاي مع الجبسن بورد والاضاءه بتطلع حلوه كمان، جبسن بورد فوق واضاءه بتطلع جد حلوه حلوه. وبرضه ممكن انا في القن هذا الصغير يعني بفرق سنتين، اليوم بجرب ادحش هون بالزاويه هاي يندحش هون، بس لسه بجوز نكسر كمان، نكسرها بدها كساره، بدها وجه كساره كامل، ممكن بعد الكساره نرتب القنون بشكل كامل. يعني طبعا يا اخوان هيك بنكون وصلنا نهايه حلقتنا اليوم من الشوب، بطلت اجمع الزومبيز والطبيط فعل قاعد. لا تنسونا دعمكم، تعليق لايك، مقصر معكم بالحلقات بس اعذروني زي ما انتم شايفين، والله الشغل لفوق راسي يعني شغل السطيح، وظيفة عيلة كذا، الأمور هاي كلها بتأثر. إن شاء الله لقدام القادم أفضل بكثير. يعطيكم ألف عافية.